ابدا. هنتكلم بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم يا جماعه النهارده عن اهم العجل اللي احنا صنعناه. طبعا لانجاز بس عشان الفيديو مش هقدر اتكلم معاكم اكتر من كده. هي بتاعت مراتنا. هنخش على اول عجله، العجله الثلاثي اللي هو بثلاث عجلات. في اول عجله معانا اسمها حنطور، طبعا لانها شباب الحنطور شويه، فهي عجله اثنين فارد، كرسي ورا وكرسي قدام. مميزات العجله انها خفيفه جدا وتقدر تاخد شخصين مش شخص واحد. العجله اللي معانا الثانيه، العجله اللي هنا برضو ثلاث عجلات، من مميزاتها انها خفيفه جدا وتنفع بناتي عشان خفيه وسلاستها في الحركه. العجله دي طبعا بتسمى هنا الحبايه، طبعا دي مصطلحات احنا اللي مسمينها في كل بلد هتلاقي الحبايه. العجله الثالثه بسرعه عشان بس دلوقتي اللي هي باربع عجلات. العجله دي مميزاتها انها صاروخ دبل، بياخد اثنين شخص، واحد قدام وواحد ورا، وتلف طبعا لم هنا حاجه في رجليه عشان تريح رجليه جدا. طبعا الدركسون الامامي اللي طبعا تسلل الطفل في الطريق، وطبعا لها فرامل لكل حاجه. العجله الثالثه طبعا هنا العجله الاطفال، اسمها طبعا هنا سحليه. طبعا دي اسماء احنا اللي مسمين الاسماء دي يا جماعه، ودي العجله الاطفال بثلاث افراد برضه، خفيفه جدا وجميله جدا. انجازا للوقت طبعا هنقول العجله الثالثه هنا اللي هي لها تحكم خلفي، وهنا ثلاث عجلات برضه، وهنا اللي اسمها العوكل، وطبعا جدا خفيفه جدا في الحركه. طبعا دي الوانها واحجامها. العجله اللي معانا الرابعه هنا اللي هي الصاروخ، اللي هو فرد واحد، طبعا خفيفه جدا وجميله جدا في السواقه. طبعا الفرامل برضه موجوده، كل حاجه موجوده في العجله جدا وسلسه وسهله جدا. طبعا العجله اللي فوق بقى اللي هو العجله الفيديوهات اللي هم الاطفال الصغيرين جدا. طبعا العجل ما فيهوش بدال، لان هو طبعا فيديوهات الاب والام. العجله لو في بدال طبعا الطفل حب فيه بدال. طبعا في عجله طبعا هنا صغيره برضه لها بدال. نخش بقى العجل اللي هو اربع عجلات بس اللي هم بياخد اثنين فرد وسوق. طبعا بقى الفرق بتاعنا طبعا كلنا عارفين العجل اللي هو الليفر والعجل 24 و26، كلنا عارفين العجل ده. طبعا ده العجل المصنع اللي احنا صانعينه الثاني، العجل اللي هو بياخد فردين مش فرد واحد. هنا العجله دي اسمها النونا، بتاخد فردين وهم طفلين صغيرين، فطفل هنا وطفل الناحيه الثانيه. فرامل طبعا عشان لو اي حاجه حصلت يقدر الطفل ان هو يتحكم في العجله ويعرف يوقفها بشكل سلس وسهل جدا. طبعا دي الواناتها الاحمر والاصفر والازرق. طيب هنا العجله الثالثه اللي هي الصاروخ، طبعا صورنا لحضراتكم الصاروخ اللي انتم شفتوه هناك بتاع الاطفال. هنا بقى حاجه اكبر شويه لو طبعا يعني شخص كبير او حاجه حب يركب عجله برده بمقعد وسواقه، يلاقي عجله على قد الحجم بتاعه مش فيش مشكله جدا عندنا، وكل حاجه ان شاء الله موجوده. العجله الثالثه طبعا وهي عجله مميزه بالنسبه لنا طبعا اللي قعدنا فيها صنعناها وخدت وقت مننا كبير جدا، هي العجله اللي انتم شايفينها حضراتكم. العجله دي هحكي لكم عنها شويه، لان العجله دي طبعا محتاجه تكون شرحها، لان العجله دي ممكن يعني وان شاء الله مش تشرف نفسنا ان احنا العجله دي مش هتلاقيها عند حد غيرنا ان شاء الله، لان العجله دي جدا من الصعوبه ان حد يصنعها، لان العجله دي اصلا اول صناعه كان في امريكا، واحنا خدنا الفكره من امريكا بصراحه جدا وقدرنا نصنعها في مصر هنا ان شاء الله، وقدرنا نعمل عجله بمميزات فظيعه جدا سهله جدا واربعه شخصين قدام شخصين ورا. على فكره الشخصين قدام في ميزه العجله دي ان الشخصين قدام لو اطفال في هنا حاجه اسمها حزام نقدر نربط الطفل بيها. العجله اللي بعدها بقى طبعا دي لونين، على فكره في عجله طبعا لسه ما طلعناهوش، ودي عجله اسمها الباور. العجله دي فيها باور، يعني فيها ميزه جميله جدا ان هي فيها البتاع بتاع العربيه مش متذكر اسمه، بس هي زي العربيه بالظبط، ترجع بترد لوحدها. فهي طبعا لفه الجالون لفه كامله، بيلف لفه كامله وتقدر ان انت تحكم فيها والجالون يرد لوحده. دي من اهم العجل والمميز عندنا، بس انا يعني عشان ما اطولش على حضراتكم في الوقت هبقى بنجز بس بسرعه. الفيديوهات الجديده ان شاء الله هنقدر نشرح لكم اكتر عن العجل ده. بس هنا بقى العجله الواناتها، والعجله الاخيره معانا اللي هي العجله العربيه اللي سماها العربيه لانها كبيره جدا، وطبعا بتتحكم برضه بكل شخص بس كبار، هي زي النونة بس بتاخد شخصين كبار مش شخصين صغيرين، ودي عجله مميزه جدا برضه. هنا احنا كنا معاكم في مصر بلطيم، عجلنا اللي انتم شفتوه ده عجل متصور جدا، والحمد لله قدرنا نعمل عجل بسرعه جميله جدا، كل الناس طبعا شكرت فيه. فاحنا من شغلكم النهارده طبعا بالناس اللي راكبه جدا وبتشكر في العجل، كل اللي ركب في العجل شكر فيه الحمد لله، يعني شايفيننا وشايفين العجل بتاعنا. ان شاء الله في فيديوهات جديده يا جماعه هنقدر نشرح لكم كل التفاصيل، وهيبقى معانا طبعا المصنعين بتوع العجل دول بتوعنا اللي هو الاستاذ حماده كشكوشه والاستاذ سيد كشكوشه والاستاذ مصطفى. طبعا هتشوفوهم معانا في الفيديوهات القادمه ان شاء الله، وهتشوفوهم بيصنعوا والحاجات دي، وان شاء الله في عجل جديد هيبقى احلى واجمل ان شاء الله. والى لقاء اخر ان شاء الله، اذا كان في العمر بقيه، اذا شاء رب البريه، استودعكم الله.